الذين كانوا مستترين يطوقون الآن حواف المدينة ويقتلون الفارين منها وينهبون ما معهم، والعسكر الخوارزمية خرجوا إليه. هب البيروني واقفا وقد انخطف لونه، وأسرع إلى داخل المنزل بعد أن قال لمهيار: اذهب الآن أيها الشاب إلى سبيلك حتى تتضح الأمور. ولم يجد مهيار سبيلا إلا العودة متعجلا إلى المأوى الذي اختاره قريبه خارج المنزل. وفي طريقه إلى هناك رأى الناس وقد أفزعهم الكرب العظيم وطفرت من عينيه دموع، إذ تخيل حال شيراز وما جرى لأهلها حين اقتحمها أبو الفوارس قبل شهور للاستيلاء عليها وإزاحة أخيه عن حكمها، وأدرك في لحظة كشف للبصيرة أن هؤلاء الحكام السكارى بخمر السلطة وبنشوة نشر الفزع وسفك دماء الأبرياء هم أحط الأراذل من البشر، بل هم أقرب إلى درجة الحيوان منهم إلى مرتبة الإنسان. مهما أحاطوا أنفسهم بأبهات الحكم وزخرف السلطة وزعموا أنهم النبلاء، ليس في الناس نبلاء حقيقة إلا العلماء. لم يستطع العسكر الخوارزمية صد الغزاة الغزنوية الذين يفوقونهم عددا وعدة، فانهزموا أمامهم بعد قتال ضار، واقتحم الغزنوي المدينة واستباح عسكره نواحيها التي كانت بالأمس آمنة. وبعد 3 أيام أمنوا الناس وأخرجوهم من البيوت، لا ليحتفلوا بعودة الطمأنينة، وإنما ليكونوا شهداء على انتقام السلطان الذي نصبوا له مجلسا يشرف على الساحة الرحبة بالمدينة ليستمتع بمشاهد القسوة التي بلا حدود. اقتاد الذين وقعوا في الأسر من العسكر الذين ثاروا والذين حاولوا صده عن بلدتهم، ساقوهم أمام أعين الناظرين زرافات، وذبحوهم على مرأى من الجميع ليتعظ الرائي بمصير المرئي. وكان الغزنوي يضحك ومن حوله أعوانه يهتفون له، وجاءوا من المكتبات التي خربوها بأحمال لا حصر لها من المجلدات ونوادر المخطوطات، وأحرقوها حتى تعالت فوقها ألسنة اللهب وبلغت عنان السماء. وكان الغزنوي يضحك ومن حوله أعوانه يهتفون له. ثم اقتادوا فقهاء الشيعة متسلسلين عارية رؤوسهم، وبعدما قيدوا أيديهم إلى أعناقهم بقماش عمائمهم، وفي وسط الساحة نحروا رقابهم تباعا كأنهم نعاج، وكان الغزنوي يضحك وأعوانه يهتفون له. وأتوا بجماعة من أئمة المعتزلة وتلاميذهم، ومعهم كل الذين يقولون بأولوية العقل على النقل، وقتلوهم واحدا بعد الآخر باعتبارهم زنادقة. ولما جاء الدور على آخرهم وكان رجلا مسنا فارع الطول له ملامح عربية صارمة، فقدم الرجل إلى النطع الذي تقطع عليه الرقاب وهو يضحك وعلى وجهه علامات الابتهاج. أثار ذلك غيظ الغزنوي وقطع عليه استمتاعه، فزعق في الرجل من مجلسه قائلا: لماذا تضحك يا مجنون؟ فزعق فيه الرجل بصوت جهير سمعه الجميع: يضحكني عجزك يا مملوك، يا سليل العبيد، تقتلني وأنا الأعزل الضعيف وتضحك، وأنت تعلم أن جند الخوارزمية الذين اختطفوا أختك يتناوبون الآن اغتصابها في مغارة بعيدة، ولا بد أن فرجها المتقرح قد تهرأ الآن مسكينة. ضرب الجلاد عنق الرجل المعتزلي بسيفه الهندي العريض ليسكته، وساد السكون لحظة وجم خلالها الجميع وهم من فرط الدهشة مذهولون. وقفز الغزنوي من فوق كرسيه الكبير وصرخ في الجلاد: كيف تقتله وحيا يا كلب؟ هذا لا يقتل إلا صبرا وبعد تعذيب مرير، اقتلوا هذا الجلاد. وترك مجلسه كأنه يهرب من أمر بداخله ومن العيون الناظرة، ولحق به رجال دولته
وراحوا من خلفه يتدحرجون وقد ركبهم الهم. صبيحة اليوم التالي خرج المنادون وحولهم العسكر الغزنوية فطافوا البلدة المدينة داعين الناس إلى الخروج إلى الساحة ومحذرين من التواني عن ذلك ومهددين. اجتمع خلق كثيرون ووقفوا هناك على أقدام الترقب والوجل متجاورين، وسرى بينهم التهامس وتداخلت العبارات والتساؤلات. استر يا ستار، هل سيقتلنا كلنا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، لا أريد أن أموت. لماذا ينتقم السلطان منا؟ اللهم ارحمنا برحمتك في هذا اليوم العظيم، لن يحدث شيء. لماذا يصطف المسلمون بجوار أهل الملل؟ سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنا من أهل السنة، متى يأتي السلطان؟ لماذا يحيط بنا العسكر؟ انظر، السلطان قادم وحوله الحاشية. زعق المنادون المبشرون بتشريفه: بشروا أعلام السنة، قامع البدعة، فاتح الهند، محطم الأصنام، ناصر الإسلام والمسلمين. أقبل الغزنوي وعلى رأسه عمامة صغيرة الحجم تكشف عن احمرار شعره المهوش، وعيناه الضيقتان قد ازداد ضيقهما مع النظرات الصارمة التي كان يقذف بها المحتشدين. ذهب إلى منصة الأمس مسرع الخطى واعتلاها وعليه علامات الغضب، ومن خلفه جاء عدد محدود من حاشيته، ولم يظهر معشوقه الأمرد إياز وبقية الغلمان والطواشية الذين كانوا بالأمس يحفون مجلسه. فور استوائه على العرش قام المنادي واعتلى المنصة التي بوسط الساحة وصاح: قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال تعالى: والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. بتوفيق من الله توفرت الدلائل بعد البحث، وثبت أن الشهيدة البارة الطاهرة أخت السلطان محمود زوج خوارزم شاه مأمون بن المأمون رحمهما الله، لما اقتحم المجرمون قصرها وقتلوا زوجها قضت من شدة الخوف ولفظت آخر أنفاسها. فأخفى المجرمون رفاتها الطاهر ظنا منهم أنهم سيفلتون من العقاب، ولكن الله من ورائهم محيط، وقد دل على مخبئهم المخلصون للسلطان، وتأكد من ارتكابهم هذا الجرم الشنيع، فحق عليهم القول والخزي، وها هم يساقون أمامكم إلى الموت وهم ينظرون. تقدم الحراس والجلادون وهم يجرون 5 رجال ممزقة ملابسهم من ضرب السياط ومشوهة وجوههم من فرط التعذيب، فوضعوا على النطع رقابهم وفصلوها عن أجسادهم بالسيوف. تصايح عسكر السلطان وأعوانه بالهتاف: الله أكبر، الله أكبر. فقام السلطان ببطء فوقف عند حافة المنصة وقد بدا عليه الرضا وصاح: أين بقية الزنادقة؟ من طرف الساحة الشرقي حيث مقر الشرطة الذي صار بعد مجيئهم سجنا بقرابة 100 رجل مقيدة أياديهم وعليهم عوضا عن الملابس جلود الثيران إمعانا في إهانتهم. فاستعد الجلادون. شهق مهيار حين رأى وسط المسوقين إلى الموت أبا الريحان البيروني والعلامة ابن عراق والحكيم الطاعن في السن المسمى بأبي الخير الخمار. ولما اقترب هؤلاء الأجلاء من الجميع اضطرب كثير من المحتشدين بالساحة وعلت بينهم الهمهمات. عندئذ قام واحد من حاشية السلطان عليه سمات أهل الفضل وهمس في أذنه بكلمات كانت مجدية، إذ أومأ السلطان برأسه موافقا عقب كلام الرجل وأشار بيده إلى الجلادين بما يفيد الأمر بالتريث، ونزل الرجل مهرولا نحو السائرين إلى حتفهم مستسلمين،
وعزل منهم جماعة تقارب في العدد 20 رجلا من بينهم البيروني، فأعادهم الحراس إلى السجن وساقوا البقية إلى القتل. عرف مهيار لاحقا أن هذا الرجل هو أحد المقربين من السلطان، واسمه أبو نصر مشكان، وقد توسط للعلماء عند سلطانه وأقنعه بأن البيروني منجم والملوك يحتاجون أمثاله لقراءة الطالع، وهؤلاء الآخرون يشتغلون بعلم العدد والأرثماطيقي، وهو أساس الحساب الذي تحتاجه السلطنة لضبط أمور الخراج والغنائم والمكوس الواجبة على التجار. وانتهى ذلك النهار المريع بوقائع أخرى عديدة، منها أن الحراس اقتادوا جماعة من التجار الكبار وفيري الثراء إلى مجلس السلطان، فعبس في وجوههم وهو يقول: بلغني أنكم من القرامطة. فأجابوا بما يريد سماعه: يا سلطان الزمان، لسنا قرامطة، ولدينا من المال ما يؤخذ منه لنبرأ من هذا الاتهام. فحكم السلطان بأن يدفع كل رجل منهم نصف ما يملكه من مال، ويعطي إفادة بأنه ليس من القرامطة أو الهراطقة. ومن وقائع ذاك اليوم أن السلطان أعلن الأمان العام، وأن خوارزم صارت ضمن نطاق مملكته، وسوف يتولى أمورها حاجبه المسمى توتناش. ومنها أن السلطان دعا في ختام اليوم إلى النفير العام للجهاد ونشر الإسلام، ودعا المتطوعين من الشباب الذين يريدون الاقتداء بالسلف الصالح للانضمام إلى جيشه الذي يغزو دوما بلاد الهند لنشر الدين القويم. ومنها أن مهيار عرف بعد امتداد ظلال المساء أن البيروني والذين تم استنقاذهم من القتل سوف يساقون تحت الحراسة إلى غزنة ويسجنون هناك. فتاقت نفسه إلى اللحاق بهم. سأله قريبه الشيرازي عن جدوى ذلك، فأجابه مهيار قائلا: هؤلاء العلماء يا عمي هم المصابيح التي يستضاء بها، ويرضى عنهم السلطان فيطلق سراحهم فأتعلم منهم. وما أدراك بذلك يا ولدي، وكيف تقوم بمغامرة كهذه عواقبها غير مأمونة؟ غزنة وبلاد الأفغان قاحلة قاسية، أنت لا تعرفها. أعرف يا عماه أن البيروني والذين معه هم خيرة أهل الأرض، وهم اليوم بحاجة إلى العون. إن كنت مصرا فاصبر حتى الغد، فقد أجد سبيلا مأمونا تبلغ به المأمول. كان الشيرازي محبا للعلم والعلماء وشاعرا، وكان موقنا بأن الراحلين إلى سجن السلطان بغزنة سوف يحتاجون العون، فتفهم رغبة مهيار واجتهد من خلال معارفه حتى توصل إلى اتفاق خاص مع كبير الحراس الغزنوية الذاهبين بالعلماء إلى السجن، ونفحه سرا مقدارا من المال مقابل أن يذهب معهم مهيار، على اعتبار أنه تاجر لديه حمولة من الفواكه المجففة يريد أن يذهب بها من الجرجانية إلى غزنة، ويحتاج حماية الحراس. وهكذا ذهب مهيار صوب الجنوب القاحل مع القافلة العسكرية التي اقتادت العلماء إلى السجن. وكان خلال الرحلة التي استغرقت أسبوعين يعني بالبيروني والذين معه ويؤانسهم ليهون عليهم الهوان. وكان مما جرى مع مهيار فور وصوله إلى عاصمة السلطنة ولم يكن متوقعا أن الحمولة التي تحجج بها وتوسل ليصحب البيروني وحراسه كانت 7 من النوق البلخية والجمال، بيعت في غزنة 3 أضعاف ثمنها في الجرجانية، نظرا لأن خوارزم فيها بساتين وفواكه كثيرة، وأهلها يتقنون تجفيف الثمار، والنواحي الأفغانية جبلية قاحلة، والبساتين فيها قليلة، كما أن غزنة كانت مزدحمة بالخلق إذ اكتظت بأهلها وبعشرات الآلاف من المماليك الذين اشتراهم السلطان وجعلهم عسكرة، وبما لا حصر له من الشباب المتطوعين للجهاد في سبيل الله.
استجابة للدعوة التي يعلنها السلطان دوما ويشجع الفتيان عليها. أما السبايا من الهنديات والأسرى الهنود فقد بلغوا من الوفرة والاستغناء عن اقتنائهن أو اقتنائهم أن الإنسان الواحد منهم كان يباع بتسعة دراهم بلخية، وهو ثلث ثمن معزات هزيلة. وهكذا كسب مهيار مالا من دون قصد، فأنفقه في استئجار بيت قريب من السجن، وفي بذل النقود للحراس كي يوصلوا للبيروني ما يحتاجه في محبسه، ويسمح له بزيارته خلصة كلما سنحت فرصة. ولما نفد المال الذي جناه مصادفة، صارت أخته مهتاب تمده بما يلزمه، وصار يرسل إليها مع التجار والمترددين بين البلاد من الركابيين ما يستجد من أخباره وأخبار الأستاذ. رفع ابن سينا حاجبيه مندهشا وهو يسأل مهيار: وما شأن أختك بأخبار أبي الريحان؟ هي شغوف به وتحب كتبه ومؤلفاته. أختك؟ كيف؟ وقد قلت لي سابقا أنها تعنى بالطب وعلاج النساء، فما سبب اهتمامها بالطبيعيات والرياضيات؟ هي يا سيدي تقول إن العلوم تتواصل خفية على نحو عجيب. هي تقول ذلك؟ عجيب، أنا لم أسمع بامرأة مثلها من قبل. لأن الناس لا تعلم النساء يا سيدي، لكن أبي فعل. ألن تسمح لها بلقائك؟ هي تنتظر خلف الجدار. أي جدار تقصد يا مهيار؟ هذا يا سيدي، فهي تسكن الحجرة الملاصقة لحجرتك هذه من خارج سور القلعة، وقد حصلت من الآمر منصور المزدوج على إذن بدخولها، لكنه اشترط رضاك عن الأمر وأن يكون جلوسها إليك عقب الغروب، فما رأيك يا سيدي الحكيم؟ تحير ابن سينا لحظة، وفي الحقيقة ارتبك، ثم مسح بباطن كفه اليمنى على شاربه ولحيته الخفيفة، وبعد تردد وجد مخرجا، فقال لمهيار: دعنا من أختك الآن، وأكمل لي ما كان من أمرك مع البيروني. ساعة 47 دقيقة 58 ثانية. أمضى البيروني في سجن غزنة 6 أشهر، ثم أفرج عنه لعدم جدوى الحبس وبسبب الوساطات، فخرج كثير النفس، واستكان منزويا بقرية فقيرة بالقرب من العاصمة السلطانية اسمها جيفور. وهناك لازمه مهيار وتعلم منه دقائق الفلك والهندسة، ودرس على يديه طرق البرهنة وحساب المثلثات اللذين برع فيهما الأستاذ، وعرف منه طريقة العلامة ابن عراق في استعمال القطوع المخروطية لحل المعادلات الجبرية. وكان ابن عراق يحضر بعض هذه الدروس، إذ كان يسكن قريبا من محل إقامتهما، ويجلس في الزاوية صامتا مكتفيا بالنظر نحو البيروني وهو يشرح، وعيناه تفيضان بالأسى الوفير والأمل الضعيف. وقرأ مهيار على يد البيروني بناء على نصيحة العلامة ابن عراق كتاب أقليدس أصول الهندسة، وكتاب بطليموس الإسكندراني الماجستي. وهناك شاهد مهيار عيانا عبقرية البيروني في قياس محيط الأرض، اعتمادا على الطريقة المبتكرة التي وصفها أبو الريحان في كتابه البديع الاسطرلاب، انطلاقا من حساب مساحة المثلث المتخيل لامتداد ظل الشمس عند غروبها على أرض مستوية بها جبل مرتفع، بحيث يكون عمود الجبل هو الضلع القائم في هذا المثلث، وبأعلاه الزاوية العليا للمثلث المتخيل، والزاويتان الأخريان عند نقطتي امتداد الظل. ورويدا سارت الأمور مع مهيار هادئة، بل صارت هانئة، ونعم بفترة مفعمة بالعلم والمعرفة وصحبة الأكابر، حتى إنه نوى استدعاء زوجته وأخته وأمه للعيش معه بالقرية القريبة من عاصمة السلطنة الغزنوية، لولا أن السلطان استدعى ابن عراق والبيروني في أواخر العام 9 بعد 400،
وأخبرهما بأنهما سوف يذهبان معه لغزو الهند. فامتثلا صاغرين، وبقي مهيار مع البيروني فرأى معه الأهوال التي وقعت بالهند، وشاهد بعينيه هناك تجسد البؤس الإنساني والأحوال الفظيعة التي تتحدى التدين. وبعد عودته من هذه الغزوة إلى غزنة، طلب السلطان من الأستاذ أن يكتب رسالة للخليفة العباسي ببغداد يخبره فيها عن فتوحاته الهندية الأخيرة وما جرى خلال الأشهر المريعة التي قضوها هناك. ولم يملك البيروني القدرة على رفض طلب الغزنوي، وكتب تلك الرسالة التي نسخت كثيرا وتم تعميمها على الأنحاء والبلدان، وكان منها قوله: وافتتحت نواحي واسعة من أرض الهند، ودخلت مدينة فيها 1000 قصر مشيد و1000 بيت للأصنام، وفي تلك البيوت من الأصنام شيء كثير، ومبلغ ما على الصنم الواحد من الذهب ما يقارب 100,000 دينار، ومبلغ الأصنام الفضة زيادة على 1000 صنم، وعندهم صنم معظم يؤرخون بناءه 300,000 عام، وقد سلبنا ذلك كله وغيره مما لا يعد ولا يحصى، وغنم المجاهدون شيئا كثيرا، وعمموا المدينة بالإحراق فلم يتركوا منها إلا الرسوم، وبلغ عدد القتلى من الهنود 50,000، وأسلم منهم 20,000، وأفردنا 5 الرقيق، فبلغ ذلك 53,000 من العبيد والإماء، وحصلنا من الأموال 20,000 درهم، ومن الذهب شيئا كثيرا. لم يحتمل مهيار رؤية الفظائع التي جرت في الهند، وصار يتفزع كثيرا في نومه ويشرد في صحوه، وتاقت نفسه لدراسة الطب لكثرة ما رأى من فتك الأوبئة والأمراض بالهندوس، حتى إن بلدات كثيرة ببلادهم خالت تماما ولم يعد فيها إلا البيوت المدمرة وجثث الموتى. فلما ازدادت معاناته نصحه البيروني بمفارقة غزنة، لأن السلطان ينوي في مطلع العام المقبل استكمال غزو الهند لنهب أكبر معابدها على الإطلاق، وهو ذلك النصب المسمى سومناث، حيث تمثال معبودهم الإلهي شيفا المصنوع من الذهب الخالص، وتقدر قيمته بآلاف آلاف من الدنانير. ارتجف قلب مهيار وهو يقول لأستاذه: هذا يعني سفك دم آلاف الآلاف من الهندوس، فهل سنقدر على معاينة هذه الإبادة للبشر وشهود تلك المذابح؟ أجابه البيروني بلسان آسف: أنا محصور هنا وليس لي اختيار أو قدرة على الفرار، أما أنت فيمكنك الخروج من هنا بسلام والعودة إلى عائلتك، أو ما دمت تريد دراسة الطب فبإمكانك الذهاب إلى أهمذان والتلمذة على يد الفتى الفاضل. يقصد ابن سينا. كان الشيخ الرئيس يستمع باهتمام لما يقصه مهيار، واغتاظ حين سمع وصفه هذا، فقال لمهيار: لا أدري ما الذي جرى لأبي الريحان يدلك علي في زمن وزارتي وأنت التلميذ فيصفني لك بالفتى الفاضل؟ يا سيدي، هو لم يقصد الإساءة، وقد وصفك من قبل بهذا في كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية. لم يقتنع ابن سينا بما قاله مهيار معتذرا لأستاذه نيابة عن أستاذه، وعقد حاجبيه غاضبا وهو يقول: وصفني بالفتى الفاضل حين كنا صغارا، فقد ألف الآثار الباقية وأنا دون 30 من عمري، وكان هو قد تجاوزها بسنوات قليلة. أما العام الماضي حين جرى بينكما هذا الكلام فقد كنت فوق 40، وكانوا يدعونني الشيخ الرئيس، فكيف يصفني بذلك أمامك وأنت التلميذ؟ لا يصح هذا من أبي الريحان، وقد بلغني أنه كتب رسالة يعلق فيها على المراسلات التي كانت بيننا قبل سنوات، فقال: أبو علي على ذكائه وفطنته غير موثوق به وليس بمعتمد عليه،
لأنه استغرب قولي بأن شعاع الضوء جسم. دخل المزدوج عليهما في تلك اللحظة فوجد ابن سينا غاضبا متقوس الحاجبين، فقال بلسان المزاح الجهير: ما الذي أغضب سيد الحكماء؟ أخبرني به يا مهيار، ولسوف أعاقب بشدة ذلك الكلب الذي ضايق الشيخ الرئيس. فأجابه مهيار بصوت خفيض: لا شيء يا سيدي الأمر، كنا نتحدث عن الأستاذ البيروني والسلطان الغزنوي. إذن لا شأن لي بهذا ولا ذاك، فالبيروني هذا لا أعرفه، والغزنوي لا أقدر عليه، وليس لي إليه سبيل. ولكن مهلا، فإن ما يفعله الغزنوي من أهوال قد صار معتادا يا سيد الحكماء، فهذا حال عصرنا منذ 100 عام مضت، وسوف يمتد 100 عام تالية، وما فعله البيروني هذا لن يزيد على فظائع الغزنوي. فلا تغضب من أحوال وأفعال أهل زماننا هذا الزنيم اللئيم. هز ابن سينا رأسه أسفا ووضع كأسه الفارغة على الطاولة التي أمامه، وهو يقول للمزدوج: يا أخي منصور، ليس للأزمنة أحوال أو طبائع، وإنما هي أفعال الناس تصبغ بلونها أيامهم، وما يقترفه هذا الرجل من سفك للدم ونشر للخراب بدعوى الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام لا يقره عقل ولا دين. قاطعه المزدوج بقوله: لا علينا الآن من ذلك يا حكيم، فعندي أخبار مهمة. خير يا أخي المنصور. لا، مع الأسف ليست خيرا. صب المزدوج لنفسه من قنينة النبيذ كأسا وعبها دفعة، ثم صب كأسا ثانية وجلس بها قبالة ابن سينا إلى جوار مهيار، وأخبرهما بأن أمير أصفهان علاء الدولة ابن كاكويه تحرك صباح اليوم بجيشه قاصدا همذان، من المتوقع وصوله إليها بعد أيام قلائل، وعندئذ سيقع القتال بين الأميرين البويهيين. وماذا عن البويهي الثالث أمير الري؟ سأله ابن سينا، فأجاب المزدوج بإيجاز: هو الآن على الحياد، لكنه قد ينحاز في أي وقت لابن الكاكوية، فهو الأقرب إليه والأحب. منزعجا دعك ابن سينا وجهه براحتيه مرتين، واستكمل الكلام مع المزدوج قائلا: إن حال الأمراء البويهيين يدعو إلى الاستغراب والدهشة، فهم يتقاتلون فيما بينهم حتى تخور قواهم أجمعين، وهم يعلمون أن الأخطار محدقة بهم جميعا، يترصدهم من الغرب الخليفة العباسي، ومن الشرق محمود الغزنوي، ومع ذلك يتنازعون فيما بينهم فيفشلون وتذهب ريحهم. أمر غريب. فسر المزدوج ما يجري برغبة الأمراء في السيطرة على النواحي كلها، فتصير الممالك البويهية الثلاثة وتوابعها دولة واحدة لها جيش موحد يستطيع دفع الأخطار المحدقة من الشرق والغرب. ثم أضاف وهو يبتسم: وعموما نحن هنا بمأمن من هذا الهرج، فهذه القلعة سوف تتبع أي حاكم يستولي على همذان، وهي بعيدة عن عين محمود الغزنوي، نحن بحمد الله في أمان تام من هنا. كان المزدوج مخطئا في تقديره وغافلا عما سيقع بعد سنوات قليلة، إذ ابتلع الغزنوي بالغدر والمكر الرخيص مملكة الري وما يتبعها من إمارات قزوين والجبل، واستولى بالخديعة المشهورة على هذه النواحي الشاسعة، وأحاط بقلعة فردقان واستلمها بلا قتال، وقتل المزدوج بوشاية الزعاق. خبر الحرب الوشيكة بين أميري أصفهان وهمذان كان صاعق الوقع على آذان ابن سينا ومهيار، فسكت كل منهما وأخذته أفكاره إلى آفاق بعيدة مقلقة. ولما جاء من جهة الساحة حفيف أقدام الحراس الذين يحملون طعام العشاء، سأل المزدوج إن كانا يفضلان الجلوس بالساحة في الهواء الطلق لتناول الطعام، فقال ابن سينا باقتضاب وقد استفاق من شروده: هنا أفضل، فالهواء الليلة بارد خارج الغرفة. بعدما انتهوا على هون من الطعام، مسح المزدوج كفيه بقطعة القماش المبلل بالماء
وأدخل يمناه في جيب جلبابه ليخرج من صديريته ورقة مطوية عليها ختم مفضوض، مدها لابن سينا فنظر فيها بإمعان، فوجدها رسالة قصيرة إلى المزدوج من قائد جيش همذان تاج الملك، يقول فيها بالفارسية ما ترجمته: التزم الحيطة والحذر في الأيام القادمة، ولا تستقبل بالقلعة غرباء. نظر ابن سينا للمزدوج باندهاش وسأله: أتراه يقصد بالغرباء مهيار؟ أجابه المزدوج: لا، يقصد العسس والجواسيس، فهو لا يعرف مهيار وأخته. ومط شفتيه كالمتحير، ثم قال متلاطفا وهو ينظر إلى مهيار: هل وافق الشيخ الرئيس على التدريس لأختك؟ وبالمناسبة زوجتي الصغرى تقول إن مهتاب هي أجمل نساء الأرض، لكنها تقضي معظم وقتها في قراءة الصحائف والكتب كأنها أحد الرجال، ومع ذلك فهي تجيد الطبخ وصنع الحلوى. راح رأس ابن سينا يطن، وتاقت نفسه، بل اشتاقت لرؤية هذه الجميلة التي تتصرف كالرجال، وازداد التوق والتشوق حين قال مهيار وهو يبتسم: نعم يا سيد منصور، هي تقرأ كثيرا هذه الأيام لأنها تريد أن تؤلف كتابا بعنوان الجمع بين رأيي الطبيبين أبقراط وجالينوس، وتجعله على نسق كتاب أبي نصر الفارابي الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو. لم يستطع ابن سينا صبرا وباح: لا، ليس الآن. حاضر يا سيدي، سأناديها الآن فقد غربت الشمس. قل لها تأتي بعد ساعة وعد إلي لنكمل كلامنا عن أبي الريحان. قام مهيار لدعوة ماهتاب للاستعداد لمقابلة ابن سينا، وقام المزدوج وهو يقول إن أمامه عمل كثير في الساحة الأمامية لتحصين القلعة تحسبا لما سوف يحدث الأيام القادمة، ثم أضاف وهو يبتسم: وقد لا يحدث أي شيء. فور عودة مهيار للحجرة سأله ابن سينا إن كان البيروني قد تبدلت أحواله الباطنة بعد ذهابه إلى الهند مع الغزاة، فأجابه بأن تلك الأشهر الهندية كانت قاسية ومفعمة بالفجائع، وقد ازداد خلالها نحول الأستاذ لعزوفه عن الطعام وصار يشرد كثيرا. سأله ابن سينا: وماذا أيضا؟ فأجاب: بدا كأنه صار منكسرا، وقد سكن بعينيه حزن نبيل، ولم تعد عنده طاقة على المجادلة حتى في أمور الأرض. قلب ابن سينا كفه اليمنى متحيرا، وظهر في عينيه الشغف لسماع المزيد، فأضاف مهيار: صار الأستاذ ضيق الصدر وسريع الغضب جدا، وجدني في أمسية مستغرقا في قراءة الرسالة التي كتبها أبو بكر الرازي بعنوان القول في القدماء الخمسة، فاحتد علي وقال مستنكرا وهو غاضب: لماذا تقرأ لهذا المتكلف الفضولي الذي كتب في الإلهيات متجاوزا قدره في المداوات ومط الجروح والنظر في الأبوال والبرازات؟ ففضح نفسه وأبدى جهله. أبو الريحان قال ذلك على ابن زكريا الرازي؟ هذا عجيب جدا، فالرازي حكيم مرموق وبلغ الغاية، بل لم يأتي مثله من قبل زمنه بقرون طوال، وقد مضت 100 سنة على وفاته، فلماذا يذكره البيروني الآن بالسوء؟ يا سيدي، كان منفعلا بسبب ما يعانيه وما رأيناه بالهند. وهل كان منفعلا بمآسي الهند حين وصفني بالفتى الذي لا يوثق به؟ لم يقصد الإساءة يا سيدي، وأنت تعلم أن الفتى من الفتوة، ونحن نحتفي بقول النبي عن الإمام: لا فتى إلا علي. دعك من هذا التأول يا مهيار، مسكين أبو الريحان، ما كان له أن يبقى في غورغانغ حتى يبتلعها الغزنوي ويستبد بالبيروني ويطمس روحه. وماذا كان بإمكان الأستاذ أن يفعل يا سيدي، وقد كان الهلاك يحيط بكل نواحيها؟ الهلاك أهون من المهانة، ولو كان البيروني فيلسوفا لما هاب الموت. ما علينا الآن من ذلك يا سيد الحكيم، فلا تزعج نفسك الكريمة، واسمح لي بفضلك أن أسألك: ماذا جرى معك بصحراء قرقرم بعد وفاة أبي سهل المسيحي بسبب العاصفة؟ باختصار وبغير رضا حكى ابن سينا لمهيار أنه لما أفاق من الإغماءة التي أخذته
كانت العاصفة قد عبرت بعدما طمرته هو والأنحاء المحيطة بالغبار والرمال، ملقى تحت كومة تراب، وكان جثمان أبي سهل ملقا تحت كومة تراب، فقام إليه بشق الأنفس، وبشق الأنفس حفر له قبرا وكوم فوقه الأحجار. كان لحظتها يستنفد قواه لظنه أنه سيموت مثل صاحبه في ذلك المكان، وبعد قيامه بالدفن سكن مكانه بغير حركة حتى اندفع عنه اليأس باليأس، فقام وسار بخطى تترنح، وبعد حين لمح أوان العصر جيفة الحمار الذي كان يحمل قربة الماء، فأسرع إليه واستعاد رمقه ببعض الرشفات وغسل وجهه ونفض الغبار عن ملابسه، ثم جال في دائرة حتى لمح الحمار الآخر جالسا على مبعده لا يقوى على الوقوف، ذهب إليه ورش على رأسه بعض الماء وبلل مشفريه، فقام وسقاه من الماء، فاستطاع الحمار بعد حين حمله، لكنه لم يطاوعه في استكمال المسير غربا، وسار بابن سينا إلى جهة الشرق حتى وصل به بعد الغروب إلى الكنيسة التي كان فيها بالأمس. قال: وهكذا أنقذتني من الموت حكمة الحمار، وقد سألني الكاهن عن صاحب الذي كان معي، فأخبرته بأن العاصفة أخذته وقضى في الصحراء نحبه، فبكاه كأنه كان من أقربائه القريبين إلى قلبه. أمضيت ليلتي في ضيافة كاهن الكنيسة، ورحلت في الصباح متجها إلى الشمال الشرقي حيث بلاد التركمان، ثم نزلت مع النهر جنوبا حتى وصلت إلى نيسابور، ومررت في هذا التجوال ببلدات عديدة: نسا، أبيورد، عشق أباد، طوس، شقان، سمنقان، جاجرم. ولما نفد المال الذي كان معي ذهبت إلى جورجان أملا في لقاء أميرها قابوس المحب للحكمة والعلوم، وفور وصولي إليها علمت بأنه أخذ وحبس في إحدى القلاع وسوف يموت هناك بعد أيام. لذلك رحلت إلى دهستان، وهناك عانيت من القولنج أول مرة، فعدت إلى غورغان فالتقيت بأبي محمد الشيرازي المحب للمعارف، فاكترى لي بيتا مجاورا لبيته وأهداني عبدا وجاريتين، فأقمت هناك فترة قبل ذهابي إلى الري، كنت خلالها أدرس للشيرازي كتاب الماجستي، وقد أهديت إليه أيامها الكتابين اللذين قمت بتأليفهما هناك، وهما المبدأ والمعاد الأرصاد الكلية، وكنت حين أنفرد أكتب بعض الرسائل في المنطق والفلك، وأضع مسودات كتابي الكبير في الطب. بماذا سوف تسميه يا سيدي؟ القانون، اخترت مؤخرا هذا العنوان له. كانت الساعة قد انقضت، وكان ابن سينا في أسر الذكريات حين دخلت عليه بالليل شمس قد امتزج نورها بضوء القمر وبهجة النجوم، ثم تجسدت في وجه لا ينسب حسنه لهذا العالم الذي نعرفه، فهو من سماء تعلو السماوات. يا الله، يا مبدع، يا خلاق، من أي تبر طاهر وماء ورد ورحيق زهور أبدعت هذه الفتاة الباسقة السامقة التي دخلت من باب الحجرة وهي تقول بصوت تتمنى مثله عنادل الجنات: مساءك سعادة وإسعاد يا سيد الأطباء.
الذين كانوا مستترين يطوقون الآن حواف المدينة ويقتلون الفارين منها وينهبون ما معهم، والعسكر الخوارزمية خرجوا إليه. هب البيروني واقفا وقد انخطف لونه، وأسرع إلى داخل المنزل بعد أن قال لمهيار: اذهب الآن أيها الشاب إلى سبيلك حتى تتضح الأمور. ولم يجد مهيار سبيلا إلا العودة متعجلا إلى المأوى الذي اختاره قريبه خارج المنزل. وفي طريقه إلى هناك رأى الناس وقد أفزعهم الكرب العظيم وطفرت من عينيه دموع، إذ تخيل حال شيراز وما جرى لأهلها حين اقتحمها أبو الفوارس قبل شهور للاستيلاء عليها وإزاحة أخيه عن حكمها، وأدرك في لحظة كشف للبصيرة أن هؤلاء الحكام السكارى بخمر السلطة وبنشوة نشر الفزع وسفك دماء الأبرياء هم أحط الأراذل من البشر، بل هم أقرب إلى درجة الحيوان منهم إلى مرتبة الإنسان. مهما